مفاوضات مكوكية يتزايد زخمها مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة شهره العاشر وسقوط أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح. فالقاهرة والدوحة يستضيفان تلك الجولات لعقد اجتماع رباعي يضم وفود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيل بهدف إنهاء النقاط الخلافية العالقة بين إسرائيل وحماس وتقريب وجهة النظر بين كل الأطراف لإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار. تفاؤل الوسطاء الحذر حول التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لا يقض مضاجعه سوى تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصفه على مناطق متفرقة من القطاع. كذلك رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتعنت مع كل تفاصيل الاتفاق. وعادت الحياة للمفاوضات بعدما خففت حماس من مطالبها بأن تلتزم إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار، حيث إن الفجوة الرئيسية للخلاف بين الطرفين تتمحور حول الضمانات والتعهدات ومطالبة حماس بالتزامات مكتوبة من الوسطاء بأي اتفاق وعدد الأسرى والمحتجزين المفرج عنهم من الطرفين وطريقة إجلاء المحتجزين الإسرائيليين من القطاع، وبأن المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة ستستمر دون حد زمني خلال تطبيق المرحلة الأولى وترتيبات اليوم التالي للحرب. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي عن تقدم ملحوظ في مسألة معبر رفح ومحور فيلادلفيا خلال المفاوضات. أما صحيفة واشنطن بوست قالت إنه تم التوصل لاتفاق بشأن إطار الصفقة المحتملة بين إسرائيل وحماس، وأضافت أن الوسطاء يناقشون تفاصيل تنفيذها، لكن الطرفين لم يقتربا من التوقيع على الصفقة. تأخير توقيع الاتفاق بررته الصحيفة بحاجة الطرفين لبعض الوقت لسد الفجوات العالقة، مؤكدة أنه لا حماس ولا إسرائيل ستسيطران على غزة في المرحلة الثانية من الحرب، وأن حركة حماس وافقت على حكم فلسطيني مؤقت في القطاع. روح التفاؤل تغلب على المفاوضات حتى الآن، وإن كانت أفعال جيش الاحتلال على الأرض تنذر بانهيارها بشكل تام في أي لحظة. فماذا سيكون مصير المفاوضات مع محاولة شيطان التفاصيل إفساد وقف إطلاق النار في غزة؟ من جديد أهلا بحضراتكم. وافقت حركة حماس على مقترح حكومة مؤقتة تكون في سياق المرحلة الثانية من صفقة من الممكن أن تتم وتنهي هذه الحرب الدائرة منذ 9 أشهر ما بين إسرائيل وما بين حماس. هذه الحكومة المؤقتة ستكون مدعومة أو محمية من قبل 2500 من أفراد الأمن من قوات أمنية تدربها الولايات المتحدة، وسيكون مقرها في رام الله. ستكون هذه مجموعة من أنصار السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتأكيد إسرائيل ستحدد هوية هؤلاء الأفراد. تفاصيل مختلفة حول فكرة حكومة مؤقتة، كيف سيكون شكل هذه الحكومة، وهل بالفعل وجود هذه الحكومة المؤقتة من الممكن أن يؤدي في النهاية إلى اتفاق يلزم الطرفين ويلزم إسرائيل بالأساس بوقف هذه الحرب الدائرة منذ 9 أشهر؟ سؤال وأسئلة أخرى نطرحها على ضيفنا الكريم دكتور ميلاد ممتاز، الباحث المتخصص في الشؤون الدولية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. فكرة حكومة مؤقتة، ماذا تعني أن يكون هناك، أو ماذا يعني أن يكون هناك حكومة مؤقتة من الفلسطينيين أصحاب الأرض بالأساس، ولكن حكومة مؤقتة تدار، وبالتأكيد شكل ومعالم هذه الحكومة ستحدده إسرائيل من ضمن المرحلة الثانية من الهدنة أو الاتفاق؟ دعيني نسأل السؤال الأساسي، أين هي هذه الخطة على أرض الواقع؟ يعني دعينا زي ما بنقول كده نذهب إلى جذور القضية. الولايات المتحدة الأمريكية طرحت من 6 أسابيع هذا الطرح في مجلس الأمن، وتم يعني التعامل معه بجدية هذه المرة من جانب مجلس الأمن، وتم الموافقة عليه. اعتقادي الشخصي أن المرحلة الثانية التي نتحدث عنها الآن بتفاصيل وما هي شكل الحكومة المقترحة في المرحلة الثانية،
المفروض أن يسبقوا بعض الأسئلة الهامة جدا. هل المرحلة الأولى قبل للتطبيق الفعلي؟ لأن احنا بنضع فرضا جدليا عندما نتحدث عن هذه الخطة الأمريكية، وهو أننا فرغنا تماما من الخطة أو من المرحلة الأولى من الخطة، وهذا ليس حقيقي وليس واقعي. نحن نبحث لمدة 9 شهور حتى الآن عن مرحلة أولى حقيقية من هذه الخطة. لنا أن نتخيل ذلك. مرحلة أولى حدثت مرة واحدة في شهر نوفمبر، ولم نراها مرة أخرى اللي هي هذه المرحلة الأولى. فيعني أنا لا أريد أن أكون متشائما، لكن أنا يعني بميل دائما أن أكون واقعي في التقييم بتاع الأمور. فإذا أين هي المرحلة الأولى؟ وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في هذه الخطة، فأين هي المرحلة الأولى؟ نريد أن نراها على أرض الواقع بشكل حقيقي. طبعا أريد أن أستفيد في السؤال بتاع حضرتك، لكن يعني أنا أريد أن أكون عملي. وأنا أتفق مع حضرتك جدا في طرح حضرتك وجهة نظرك، وهي سليمة للغاية. طيب نبتدي الحدوتة من أول. حضرتك بتشير إلى المرحلة الأولى، وكنا تحدثنا سيادتك وأنا في لقاءات سابقة عن هذا الطرح الأمريكي الذي هو بالأساس ربما إسرائيلي، عن فكرة هدنة ووقف لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية أو الحرب الدائرة في فلسطين. وجاء رد حماس بأنها توافق على أغلب المطالب أو الشروط التي وضعتها إسرائيل، ولم يأتي رد إسرائيل، في حين أنه بعض الأصوات من الداخل الإسرائيلي ترفض تماما هذا الطرح أو هذه المبادرة، وترى أنه سيكون من الحماقة أن تنتهي الحرب على غزة في هذا التوقيت، وأنه الموافقة على صفقة من هذا النوع أو مبادرة من هذا النوع سيعتبر نوع من أنواع الفشل بالنسبة لإسرائيل. لو بدأنا مع هذه التصريحات بداية، كيف تقرأ؟ بما أن احنا بنتحدث عن جذور القضية، في وجهة نظر مختلفة تماما بيتم النظر ليها للموضوع كله برمته. أولا على الجانب اللي هو بيرى أن هذه ما حدث يوم 7 أكتوبر حدث منفصل قائم بذاته. إسرائيل والغرب يريد أن يصدر دائما هذه الصورة. إيه خطورة هذا الطرح؟ إن لو تعاملنا مع ما حدث في 7 أكتوبر خارج السياق التاريخي والسياسي هتصبح مشكلة كبيرة، لأن هينظر ليه أنه حدث، وهذا الحدث ينظر ليه بشكل منفصل. على الجانب الآخر، مصر والدول العربية والدول المتزنة في العالم بتطرح رؤية مختلفة، إنها عندما ترى ما حدث في 7 أكتوبر تضع دائما في سياقه الأكبر. كيف؟ إن هذا جزء من صراع كبير، من صراع يمتد 70 عام وأكثر. بالفعل إسرائيل كانت ولا تزال في أي طرح، والمحللين السياسيين الإسرائيليين في كل القنوات وما إلى ذلك، كل ما يطرح هذا النقاش يريد أن يرجعوا لنقطة أن هذا حدث قائم بذاته. لا تعودوا بنا إلى ما حدث في ثلاثينيات وسنة 48 وقيام دولة إسرائيل. نحن نريد أن نتحدث عن ما يحدث الآن. وهذا الوضع في غاية الخطورة، لأن الحلول التي توضع للرؤية اللي ترى الحدث أنه حدث قائم بذاته بداية من يوم 7 أكتوبر حتى الآن تماما مغايرة إذا وضعناه في الوضع الأكبر. لأن إسرائيل حتى الآن وما صدر في شهر مارس من مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة نتنياهو عندما قال بشكل واضح نحن لا نريد دولة فلسطينية تماما، قالها بشكل واضح وصريح، لأن وجود الدولة الفلسطينية سيهدد أمن إسرائيل. عندما تطلق مثل هذه العبارات وهذه التصريحات، كيف نريد أن نرى من خلال هذه الرؤية الخطة الأمريكية؟ وده برضو الطرح اللي كنت بتناقش أنا وحضرتك فيه. تمام، أنا أريد أن أرى الوضع بشكل واضح، وهو أن احنا نريد سلام، لا نريد حلولا مؤقتة، لا نريد استسلاما، لا نريد خضوعا، لا نريد سلاما إسرائيليا. نحن نريد سلاما حقيقيا وعادلا لكلا الطرفين. ما هو تعبير عادل في المصطلح الدولي أصبح مطاط جدا. تعريف ما هو عادل أصبح شيء صعب للغاية، برغم أن العبارة أو الكلمة تبدو أنها بسيطة جدا وتعريفها بسيط للغاية، إلا أن لا، وضعها موضع التنفيذ في حد ذاته أصبح صعب جدا، خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. كيف يرى الإسرائيليين السلام، وكيف يرى الفلسطينيين هذا السلام وإحلال مثل هذا السلام؟ أتفق مع حضرتك تماما، ورأيناه
قبل الهوى في الأخبار المختلفة. كم من التفاصيل الضخم جدا، وأنا يعني ممكن نستطيع أن نتحدث ساعات وساعات عن مس هذه التفاصيل. لكن هؤلاء الفلسطينيين الذين يعانوا لمدة أكثر من 9 شهور، النهاردة اليوم 280 من هذه المعاناة المستمرة. مائدة التفاوض تهمهم في 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 أي وضع، في وضع واحد فقط، أن يتوقف هذا القتال الدموي. أنا لا أريد أن أفرغ الموضوع ويعني وأقلل من شأن العمليات التفاوضية اللي مصر بتاخد فيها دور أكتر من رائع في هذا الوضع، وأعتقد التعبيرات اللي بنقولها غير كافية لوصف هذا، لأن في مجهود مضني جدا بتبذله مصر في هذا الإطار. لكن أنا بتحدث هؤلاء الفلسطينيين ينتظروا أن تتوقف عجلة الحرب. كيف تتوقف؟ هو السؤال، أنا بعتبر السؤال الأهم. كيف تتوقف؟ بالإرادة السياسية القوية من كل الأطراف، خاصة وأعتقد أشرنا في حديث سبق مع حضرتك للولايات المتحدة الأمريكية. للأسف الشديد للغاية الولايات المتحدة الأمريكية تعرف كيف تضغط على إسرائيل لوقف هذه الآلة الجهنمية للحرب، لكنها لا تريد أن تفعل ذلك. ولكن كان هناك تصريحات من بايدن تحديدا خلال الأيام الأخيرة بأنه في جلسات المفاوضات كانت حماس أكثر تعاونا، وكانت إسرائيل كثيرا ما أو في أحيان كثيرة نصا تعرقل هذه المفاوضات أو هذه المحادثات. أشار كذلك إلى أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي ما زالت معلقة أو في حاجة إلى تفنيد أكبر ربما أو نقاش أكبر، ولكنها قابلة للحل، هكذا قال بايدن. معلش يعني خليني أرد على الموضوع بشكل مختلف. عندما تحدث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الوضع، أريد أن أذكره بما تفعله الإدارة الأمريكية في الأيام الماضية. الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترسل بعض من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم إلى إسرائيل، F-15، الأباتشي، F-35. طب كيف يتأتى ذلك مع هذا الطرح اللي بتطرحه الولايات المتحدة؟ أنا أرى اليوم بايدن وبالأمس كان يتحدث وبشكل أن الأطراف قبلت الإطار العام للتفاوض، وأنا متفائل كذلك بهذا الوضع. لكن على أرض الواقع ماذا تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بإمداد يعني كيان الاحتلال بهذه الأسلحة المتقدمة للغاية، خاصة في موضوع القنابل اللي ما زالت بتمد به إسرائيل؟ الولايات المتحدة الأمريكية قالت أكثر من مرة نحن نريد سلاما في المنطقة، لكن في نفس الوقت لن نتخلى عن دعم الكيان المحتل. وهذه تضعنا في معضلة كبيرة للغاية. تريد أن تظلوا على حالة الدعم المستمر لهذا الكيان المحتل في المنطقة والمغتصب للأراضي في المنطقة منذ 75 سنة. وفي نفس الوقت تريد أن يعني تفعلوا عملية السلام. ما شكل هذا السلام اللي المفروض يبقى موجود في المنطقة؟ سلام مقابل السلام، ما هو هذا الشكل من الوضع؟ تمام، خاصة مع هؤلاء الفلسطينيين اللي بيعانوا قلنا بقى لهم 9 شهور. صحيح. كيف يتأتى الوضع؟ السؤال هو اللي بيظل مستمر مع الأسف، ويمكن السؤال بنطرحه فعلا من 9 شهور مضت وربما نطرحه لأكثر من ذلك. دكتور، دعنا نتوقف لحظات مع الزميل محمد جوهر في قراءة لأهم وآخر الأنباء. أهلا بك محمد. للأخبار، مرحبا بحضراتكم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مقر مركز القيادة الاستراتيجية الجديد، كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا مقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية. شعب مصر العظيم، في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد، يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث، نظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية، فثبت لها يقينا أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه.
في إطار الأولوية القصوى لتعظيم إمكانيات الدولة وقوتها الشاملة، تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عن كثب جهود إنشاء القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شددت توجيهات سيادته على أن تكون القيادة الاستراتيجية صرحا لشعب مصر العظيم وإضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهاتها وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة. هذا وقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية للقيادة الاستراتيجية استعدادا لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها، حيث كان في استقبال سيادته كل من الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة. وقد أكد السيد الرئيس أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستقوم بدور محوري في تعزيز الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لحماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويسهم في تأمين مقدراتها وحماية المصالح العليا لشعب مصر العظيم. كما أجرى السيد الرئيس جولة بالأكاديمية العسكرية المصرية متفقدا عددا من منشآتها، ومن بينها مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية، ومبنى معهد المدفعية، ومعهد المشاة، ونادي الفروسية بالأكاديمية. حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يضمن رفع مستويات الأداء والكفاءة للمتعلمين والمتدربين ويعزز من قدراتهم العلمية والمعرفية والعملياتية ويؤهلهم لتنفيذ شتى المهام التي توكل إليهم مستقبلاً. شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمة وجهها خلال أعمال الدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة بالعاصمة الصينية بكين على أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورات ملحوظة لا سيما على الصعيد الاقتصادي. خلال العقد الماضي شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورات ملحوظة لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجا للتعاون والتكامل الاقتصادي الفعال بين دول الجنوب. وفي هذا السياق يعد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، حيث يمثل هذان المشروعان نموذجا فريدا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنهما يؤكدان حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تخوض معارك ضارية في مواجهة قوات إسرائيلية توغلت في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، خاصة مدن غزة وخان يونس ورفح. وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية أيضا أن هذه المعارك الضارية التي تم فيها استخدام صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر أوقعت عشرات الجنود الإسرائيليين ما بين قتيل وجريح. قالت تقارير صحفية إن مجلس وزراء إسرائيل الأمني وافق على خطة لتمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال إلى 36 شهرا بدلا من 32 شهرا حاليا. كان قادة عسكريون إسرائيليون أعلنوا أنهم بحاجة إلى تعزيز القوة البشرية حتى يتمكنوا من مواصلة الحرب على قطاع غزة والمواجهات مع حزب الله في لبنان.
في مدينة نيويورك. قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة، قال إن المجتمع الدولي يجب أن يتصدى بكل حزم لحرب إسرائيل غير المسبوقة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم أونروا. طالب مصر المجتمع الدولي بالتصدي بحزم للحرب الإسرائيلية على الأونروا، تلك الحرب غير المسبوقة والتي تعد سابقة للهجوم على موظفي ومقرات الأمم المتحدة. يجب علينا أن نحفظ للأمم المتحدة وموظفيها حرمتهم وحصاناتهم. سيد الرئيس، تقوم الأونروا منذ بداية الحرب على غزة بدور أساسي لتقديم الدعم الإنساني ليس فقط لاجئين فلسطين، لكل سكان القطاع. فالأونروا تحولت وهي أساس العمل الإنساني في غزة، بدونها بدون تضحياتها لا يمكن تخيل كيفية دعم المدنيين العزل في غزة. أصدر حزب الله بيانا قال فيه إنه استهدف بأسلحة صاروخية جنودا إسرائيليين بمحيط موقع حانيتا عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق من اليوم الجمعة أن طائرات إسرائيلية استطلاعية واصلت التحليق بأجواء عشرات القرى الواقعة في الجنوب اللبناني. نهاية الموجز، والمزيد من التفاصيل nile.eg. الآن العودة إلى الزميلة دينا قنديل لاستكمال باقي الفقرة الحوارية في برنامج من القاهرة. تفضل دينا. شكرا جزيلا محمد. عودة جديدة إلى حضراتكم وكذلك إلى موضوعنا والحديث عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وهذا الاتفاق على حكم مؤقت للفلسطينيين، وإلى أي مدى من الممكن أن يتحقق في المرحلة الثانية، وإلى أي مدى أيضا من الممكن أن يستطيع هذه الحكومة المؤقتة في المرحلة الثانية أن توقف الحرب وتوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في الأراضي الفلسطينية. العودة من جديد مع ضيفنا الكريم دكتور ميلاد ممتاز الباحث في الشؤون الدولية. أهلا وسهلا مرة ثانية دكتور. كنا قبل الاستماع إلى الموجز أشرت حضرتك إلى سؤال هام، وهو كيف يمكن أن يتحقق السلام. وده سؤال الحقيقة يعني من الصعب الإجابة عليه على الأقل إذا ما وضعناها فيما أشرت إليه سيادتك من سياق المصطلحات، أن السلام، العدالة، هذه المصطلحات التي كانت واضحة في السابق أصبحت الآن فضفاضة ولها كيل بمكيالين حتى في معيار أي مصطلح منهم. ولكن كنا تحدثنا عن المرحلة الأولى وما وصلنا إليه في المرحلة الأولى والطرح الأمريكي أو هذه المبادرة الأمريكية لإحداث هدنة، وأمريكا ترى أو حتى حماس ترى أن إسرائيل ما زالت تسوف وتماطل وتحاول أن تطيل أمد الحرب، طبعا نتيجة عدم تحقيق أي نجاح على الأرض. ونتنياهو قال نصا أنه لن يوقف هذه الحرب إلا قبل أن تكمل أهدافها وتحقق ما بدأت من أجله منذ البداية. بعد 9 أشهر من هذه الحرب، هل يستطيع فيما تبقى من أشهر وصولا للانتخابات الأمريكية، هل يستطيع نتنياهو أن يحقق أي مكسب على الأرض خلال هذه 4 أشهر؟ من حيث الأرقام، صدر تصريح هام عن وزارة الدفاع الإسرائيلية في الأيام الماضية بتقول أن ما استطاعوا أن يقضوا عليه من حركة حماس والبنية التحتية لحركة حماس 60%. إذن لو حسبناها بناحية رقمية بسيطة، هو بيتبقى إذا كنا بنتكلم 60% في 9 شهور، فيتبقى 6 أشهر من هذه المعاناة المستمرة إذا خدناها بشكل رقمي بسيط جدا. ما حققته إسرائيل على أرض الواقع ومن خلال تقارير صادرة من خبراء عسكريين محايدين في العالم ضئيل للغاية. الادعاءات اللي بتصدر دائما عن وزارة الدفاع الإسرائيلية معظمها غير حقيقي، حتى لو تم استهداف البنية التحتية بشكل أو آخر، لكن نحن نرى أن يعني الأهداف الحقيقية ما حققوه على أرض الواقع ضئيل. هنا حضرتك تتحدث عن البنية التحتية ولا تتحدث عن عناصر في حركة حماس؟ البنية التحتية المقصود بها البنية التحتية العسكرية. البنية التحتية العسكرية حركة حماس مختلفة تماما في تكوين البنية التحتية العسكرية اللي بتمتلكها. نحن لا نتحدث عن جيش نظامي. هذا ليس جيش نظامي في مواجهة جيش نظامي آخر. نحن نتحدث عن مجموعة من المقاومة ضد جيش نظامي. بنيتها التحتية العسكرية مختلفة. نحن نتحدث عن أنفاق، وهذه الأنفاق متعددة المسارات، تمتد لمئات الكيلومترات،
بالإضافة إلى يعني مخازن من الأسلحة المختلفة، عناصر مدربة تدريب عالي جدا. فالطرفين احنا إذا كنا نتحدث على جانب حماس، هم لديهم الاستعداد للاستمرار بالرغم من أن هناك بعض التغيرات الهامة جدا اللي حدثت في الفترة الماضية فيما يتعلق بحماس. أهمها على الإطلاق من وجهة نظري هو بدء انحسار التدريجي لحالة الدعم الشعبي لحماس في أول 5 شهور من هذه المواجهة. وطبعا لأن الشعب الفلسطيني كان تحت حصار امتد لسنوات طويلة، كان هناك دعما شعبيا لصالح حماس في الأشهر الأولى. مع استمرار الحرب ووقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، نحن نتحدث عن أعداد كبيرة تقترب من 40,000 شهيد غير الجرحى، ولكن تبقى حماس يعني عنصر مقاومة أو على الأقل حائط صد حتى الآن. بالفعل لا نستطيع أن ننكره، لا نستطيع أن ننكره، لكن هي بدأت تبقى تحت مجموعة من الضغوط. لا نستطيع أن حماس هي يوم 7 أكتوبر زي النهاردة، طبعا الوضع اختلف. برضو حماس لها ما لها وعليها ما عليها. نحن نريد أن نكون موضوعيين في تقييمنا حتى لحركة حماس. فهناك ضغوط بتمارس على حركة حماس، إذا كانت ضغوط داخلية زي ما أنا أشرت من جانب من جزئية الدعم الشعبي، أو ضغوط خارجية، ودي برضو بتتزايد على حماس كل يوم. حماس لا تريد أن تخرج من هذه المعركة أو هذا الصراع الدائر خالية الوفاض. ممكن حماس بتمتلك ليس فقط من الخبرات والمهارات العسكرية على أرض الواقع، اللي احنا بنراه في قيادات حماس هم يمتلكوا بعض من المهارات السياسية وليس فقط من المهارات العسكرية. فنحن لا نريد أن نقلل من شأن حماس في الجزء السياسي. هم بيبذلوا مجهود على أرض الواقع من 7 أكتوبر حتى الآن في موضوع المواجهة والمقاومة، لكن في الجزء السياسي لهم دور مهم. ممكن حماس في منطقة أنها ممكن تخسر المكانة لكن لا تخسر المكان. بمعنى أنها ممكن تخسر لأنها تدرك تماما أنها سوف لا يكون لها دور في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، مرحلة اليوم التالي، لأن إسرائيل لن تقبل بذلك. إسرائيل لن تقبل، والولايات المتحدة لن تقبل، والغرب لن يقبل بوجود حماس، ولن يشفع لها أنها هي صاحبة الصوت الأعلى في المفاوضات. صاحبة الصوت الأعلى لماذا؟ هو السؤال الأساسي، لماذا؟ لأن هي اللي بتحتجز الرهائن. لكن دور اليوم التالي زي ما نقول، خطة اليوم التالي، خطة اليوم التالي وجود حماس فيها بالنسبة للغرب، نحن نتحدث بالنسبة للرؤية الغربية، بالنسبة للرؤية الغربية يجدوها صعبة للغاية، بالنسبة لإسرائيل يجدوها صعبة للغاية. لكن حماس على الجانب الآخر هو ده اللي أشرت ليه بالمكانة والمكان. ممكن تخسر المكانة بالسيطرة وإنها كانت اللي بتقود قطاع غزة، لكنها تريد أن تلعب دورا ما في خطة اليوم التالي. كيف ولماذا وشكل هذا الدور ده صعب ان احنا نستشفه دلوقتي. لكن القضية الأساسية ان الغرب بخطة الولايات المتحدة الأمريكية ترفض حماس انها يكون ليها دور. السؤال الهام للغاية اذا سمحتي لي، اين هي السلطة الفلسطينية؟ يعني انا بعتبره سؤال محوري جدا. من المفترض، وهذا ما كانت ولا زالت الدول العربية بتدعو لي، ان السلطة الفلسطينية هي اللي تتولى الوضع في قطاع غزة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل طبعاً، وليس الفرع. هي الصوت الرسمي في الدولة يعني. بالفعل هي الصوت الرسمي الشرعي للدولة الفلسطينية. لكن استبعاد السلطة الفلسطينية من معادلة اليوم التالي تطرح تساؤلات لا تنتهي. بس ربما ده منطقي دكتور، لأنه نتنياهو كان يرفض هذه السلطة أو هذه الحكومة الفلسطينية. لماذا؟ سؤال. لديه مشكلة مع عناصر هذه الحكومة؟ لديه مشكلة مع محمود عباس على سبيل المثال؟ هو من العناصر الرئيسية التي عملت لوقت طويل على إضعاف السلطة الفلسطينية. لماذا؟ لأن هو عارف أن السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية اللي موجودة، وإذا بدأ أن يضعف ويسبب تآكل في السلطة الفلسطينية تدريجيا، وهو ما سعى لي لسنوات، سينتهي الوضع بتفريغ القضية الفلسطينية من المضمون. لأن عندما نتحدث عن سلام، وعندما نتحدث عن الدولة الفلسطينية بجانب دولة الاحتلال،
مع من سيتفاوضوا؟ أين هو العنصر الشرعي، الكيان الشرعي الذي يعني سوف يتفاوضوا معه؟ أعتقد في شيء بيدار من خلف الأبواب المغلقة لاستبعاد السلطة الفلسطينية من معادلة اليوم التالي. ولكن السلطة الفلسطينية تتحمل بجزء كبير وزر هذا الاستبعاد. لها نتيجة بالفعل نتيجة انقساماتها هي نفسها الداخلية. دعيني نعود للعشر سنوات الماضية. مصر بذلت مجهود غير عادي لجمع الفصائل الفلسطينية معا. فأكثر من مناسبة مصر وهنا في القاهرة كانت تأتي الفصائل الفلسطينية في عمليات مستمرة للمصالحة للفصائل الفلسطينية المختلفة. لماذا؟ احتسابا وتحسبا لهذا اليوم. عندما نأتي فيه طبعا معروف جدا أن لعبة السياسة بتعتمد على الثقوب الصغيرة التي تستطيع أن نمرر منها هذه الحلول الخبيثة التي تريد في نهاية المطاف إحداث ضرر كبير جدا بهذا الكيان الهام جدا وهو الفلسطينيين. لماذا أتحدث عن السلطة الفلسطينية؟ أنا هقول لحضرتك إجابة بسيطة جدا برغم أنها هامة للغاية. ما يحدث الآن في الضفة الغربية في قمة الخطورة، وهناك تركيز إعلامي كبير جدا على قطاع غزة، وهذا ده شيء مطلوب ومفروغ منه، لكن لنا أن نتخيل كم الضرر والمؤامرة التي يتم نسج خيوطها حوالين الضفة الغربية دلوقتي حاليا. من بضعة أسابيع، أعتقد كان من أسبوعين أو ثلاثة، تم إصدار قرار بمصادرة 12.7 كيلو متر من الضفة الغربية، وهذه ليست مساحة صغيرة على فكرة. وهذا يحدث لأول مرة بالفعل من 3 عقود. العالم يصرخ لتتوقف عجلة الحرب في قطاع غزة، والإسرائيليين يصادروا الأراضي في الضفة الغربية. هل هذا صدفة؟ محض صدفة؟ أبدا. ربما التصعيد في غزة وفي رفح الفلسطينية ربما جزء منه أو هدف من أهدافه هو التخفي أو نوع من أنواع الكاموفلاج على ما يحدث في الضفة بالفعل الغربية. نحن نتحدث كما أشرت حضرتك على خطة لبناء 5300 وحدة استيطانية. هذا رقم غير عادي، وبرغم الإدانات الدولية المستمرة لعملية الاستيطان ووصفها بأنها عمليات غير قانونية من المجتمع الدولي بكل الطرق، إلا أنه لم تتوقف مثل هذه الفكرة الخبيثة والمدروسة، واللي هم زي ما بنقول كده بيشتغلوا عليها بقالهم فترة طويلة للغاية. وحضرتك أشرت لحاجة أنا فعلا لازم نتوقف قدامها، برغم أن هذه عجلة الحرب القميئة اللي بقالها أكثر من 9 شهور في قطاع غزة، لأن هم بيستغلوا التركيز الإعلامي ليفعلوا ما يريدوا في الضفة الغربية. هم يريدوا أن يقضوا على الضفة الغربية زي ما بنقول كده little by little، شوية. تمام، تدريجياً. وفي نفس الوقت يريدوا السيطرة الكاملة على قطاع غزة من خلال المجموعة اللي حضرتك أشرت عليها. هذه الحكومة زي ما نقول كده المطاطية اللي لا نرى لها شكلا محددا، اللي احنا بنقول عليها في المرحلة الثانية، من سيكون مسؤول عن هذه الحكومة؟ هل السلطة الفلسطينية الحالية في مأمن وفي مكمن استعدادا لتولي الحكومة المؤقتة في المرحلة الثانية؟ للأسف، لأن في الفترة الماضية تم عمدا إضعاف السلطة الفلسطينية. فهي غير قادرة. هي غير قادرة عمليا. احنا بنتكلم على أرض الواقع. لكن لو كان أتيحت الفرصة للسلطة الفلسطينية لممارسة مهامها في الفترة الماضية، كانت اكتسبت من المهارات الإدارية في المناطق المختلفة لتؤهلها بعد كده لهذا الموضوع. لكن للأسف شديد لا، كان بيحدث شيء مختلف تماما. وانا اشرت قبل كده لاحد المسؤولين الرئيسيين عن ذلك، وهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه. دكتور، الحديث في هذا الملف يطول بالتاكيد، ويسعدنا دائما لقاء حضرتك. شرفتنا. شكرا جزيلا دكتور ميلاد ممتاز، الباحث المتخصص في الشؤون الدوليه، كان معنا في قراءه لمستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه. بعد فاصل قصير نستقبل ضيف كريم اخر، دكتور عمرو درويش، في قراءه للحكومه الجديده.